صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا نقتدي بكم ونقتفي آثاركم فنفوز والله فوزا عظيما. لحيكم مهجتي جانحة ونحوكم مقلتي طامحة، وكم لي على أحيكم وقفة وعيني في دمعها سابحة، وكم ليالي نعمنا بها وكم لي بها معكم سانحة، وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة، كما عاد مسلم بين العدا غريبا غريبا وكابدها جائحة. اي والله رسول حسين ونعم الرسول اليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة، وقد خذلوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة، ولا برحتها طلات الدموع تحييك غادية رائحة سيدي، لأنك لم ترو من شربتين ثناياك فيها غدا يا 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 الطائحة، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جايا يا 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 تجرب أسواقهم، أولا فهل سلمت فيك من جايا يا 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 يا
احد ما بايع ايات غدرة الكفار بمسلم ويا القلب وقف محتار وحيد امسى وبعد ما يندل الدار وجل طاعة يا وعلى ما يسأل هيا وبعد ما شرب ظل حاير ومرتاب وطاعة طلعت تناشد بترتاب تقلها تقل شنهي على من وقفتك هذه على الباب الشؤوف ان وقفتك ما هي بمحلها سكت مسلم وردت ليت نادي الهلك روح وصايحت عليه يقل هالضيف عندش ما تضيفي والكوفة ترى انا ما نمنع هالهين غريب غريب ولا بهالبلد ديرة اويلي اويلي عليك يا مسلم غريب ولال بهالبلد ديرة خاطرها انكسار شافت بحيرة تقل هلك من يا عشيرة ومسلم يجذب الونة ويقل هيا جاوبها وعينه مستديرة يعني يتلفت منا لأنه مراقبها جاوبها وعينه مستديرة أنا مسلم الفاقد نصير أويلي وعمي علي لما يحصل نظير ومثل حيرتي ما جرت حيرة أي والله ومثل حيرتي ما جرت يا 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 حيرة أويلي أويلي غريب غريب وبات بدار طاعة وحيد وحيد وبالليل ما سكن روعه وعليه من صكة العسكر جموع حيات هالهلة وسيفي هالهلة نهض لذ العرين بساع وغضاب وسلبي ميان السيف المجرب اش حد اللي يوصل حدوده ويقرا يا من مهجته بسيفه يسلها لكن افزعت كلها الكوفان وهو مفرد وحيد ولا لها اعوان ومن كثرة جروحه وقف عطشان الف يا حيف بيحة وطت كلها ولا ناسين بالسيوف وناس بالزان ورماح وحجار وين بال واسنان ومن فوق السطح يرموا بنيران وعملوا عملتي لما حد عمله بحفيرتهم يا ويلي القوم غدروا خذوا سيفه ولابن زياد ودوا والمقدر قضى وشاعت اخباره رموه القايم من قصر الاماره وهان انشت العقبه وبقدار مظلمه ولا بعد واحد يصلها مصيبتهم مصيبه صدع الاجبال وياي نصاري رحمة الله على الشيخ عبد الزهراء الكعبي ها دائما يجيب هالطور النصاري مصيبتهم مصيبات صدع الاجبال ومن قبل المشيبت شايب الله
الاطفال، اولا شفت ميت يجرونه بالحبال، شفت ميت يجرونه بالحبال، يا صاحب ما اظن صارت مثلها، وذاك الوقت طلعت مذحجة من الدور وشقت لعيد هاني ومسلم قبور، بس حسين ظل بيوم عاشور جثة على التراب ما حد غسلها. إنا لله وإنا إليه راجعون.